السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم، وتحياتي للجميع في كانتي اليوم الغد يوم الأربعاء في التيران ديال لي سيو في رينيو ان في الكورس الأولى في الكورس دي كورس دي 34 ألف أورو 2725 في المسافة. عندها بروميير بوطو، عندها الدوزيام بوطو، التيران غيكون درواتي الصابل. هذا ما كان كورسه غادي تكون مع 1:55 بتوقيت فرنسا و 12:55 بتوقيت ديال المغرب. بري روجر لي دوين، هذا ديجا بري روجر لي دوين، واحد اونترينور، واحد البروبريتير ديال كانسار مير، معروف له الخيول ديال دي ماكس. على كل حال اخواني الكرام، اول عود هو سيدريك تيري مع المدرب ديالو هو فرانك تيري ايول دي بيغيوغ، وربما هذا عود كيكون ديجا عند الفيال على ما اظن. هذا العود عود ديال الفيال، ايدول اوف لوف، ايمانويل فاغان، ماتيو ابريفار، وليكسور دي فيليير، جون بول مارميون، انتوني ويلز، غيا ماتان ديال جيلو، جوليوم جيلو، كين فلوغو دي دييغو، موكي، بيراول، كاين الهوتش فرانسوا لاغوديك، خيول ديال غوزلان، هادو لاكازاك ديال لاكازاك ديال بيرلوفيك، هوش هوش، غامين دو ماهي، يوهان بورجوا، فيبورغ دي بيرش، جوليان ترافيرس، بروفوست عاود لي كيرجع فالنتين سيلي، أولا فانسون، هيرا داميس، خيول ديال بارجون، كليمون توما، دافيد توما، وكرال دو تريزور، مونتيغ عاود لي متوقف 2023 أواخر، إيمنكوغ دازيف، عاود ديال جون فرانسوا سينيل اللي كان دار لينا ديسكاليفي آخر كورسة. في الكروازي لاروش، هاليسيا بيلا تا هي غادي تدخل لينا في البريباراسيون، ربما عندها شي كورسات جايين، ربما في الكرو ناسيونال دو تروت تنظن. فينكي دالب، العود ديال جون فرانسوا سيني، كاتريام من في كورسة ديال لو كروازي لاروش. وكاين عندنا غاز دوكان غابرييل جولورميني اللي غيكون عاود دي لي سي رونتري، وكذلك نيفار، خيول ديال توما، مال فيست، انفيكتيس، مادي باو، اخر عود فالكو دي روشار، ديسكاليفي اخر كورسة في الجران ناسيونال دو تروت، الجران ناسيونال دي ترو عفوا، في البروميير ايتاب، في البروميير ايتاب. على كل حال، فافوري ديال لاكورس كاين دو، وكاين الهوش رقم 6 انفيكتيس ماديبا، رقم 15 50 شونس، 3 والتسعود والسبعة والربعة والعشرة، العشرة عنده التوقف الاخوان، ممكن شوفوا معاه بالكم لعبوه، باباش ليكم ما تلعبوش، متوقف فيري دوزيام بوطو، عنده عوائق. بالنسبة للأوتسايدر ديال لاكورس، 6 5 6 5 12، أليسيا بيلا غتكون في التوكار، فيبو دي بيرش رقم 8 تا هو يكون في التوكار، وفينكي دارب كذلك رقم 13 غيكون في. بالنسبة للميور كرونو سير لو باركور، غيكون عند الواحد انتريز، انتريز غيكون في الاوتسايدر، انتريز ميور كرونو سير لو باركور، كان في البروميير بوتو، كان فيري و فالكو دي دوي كاسيمير، هل باقي كنعقل على هاد الكورسة ولا لا؟ ياك ما كان جات فيا دو تروا، ياك ما كان جات فيا تنضم الشوق، إلا ما كنضمش ماك ان ديال الفيال جون بيير بيير في الكورس دي، كان فيري فالكو دي دوي، واش كنت دو تروا؟ هذا كان على الان لوك، لا ماشي هي، لا لا. على كل حال، على كل حال، جولينا ثلاثة دخيل في البروميير بوطو، وجوج دخيل في الدوزيام بوطو، وجو في لي توكار، توفال ديستاب شاب 47، فرانسوا لوكانو، هادشي كامل غادي نخليوه جانبا، وغادي ندخلو للمعطيات الإخوان باش نقسمو ديك لاكورس،
وانا غادي نقسم على اساس كورسة غادي تجي فيها الطوكار باش. المهم هذه هي بعد دائما غادي نبقى نقولها، انا غادي نقسم الخيول اللي غيلعب اللي تيقلب على الطوكر، اللي تيقلب على سيدي فرفر راه غيجمع هادو كاملين 15 جوج 6 9 ويزيد معاهم الاكس ويدير معاهم 3 و7 و4 ونقول له بالشيفة. انا كنقول اللي غيلعب الفافوري راه تيكونوا صحاح وما كيجيوش، تيكونوا صحاح وما كيجيوش. خير دليل البارح 8 و5 و7 و11 التوسيركات ديال البارح. على كل حال اخوتي انا غادي نقسم ليك لا كورس، ها هي كتبين لكم بان ها فين كاينه وها فين كاينه وها اللي ما كايناش. الا كانوا غيجيو بربعه بيهم الله يسخر ليهم، لكن يجي ال15 والجوج والستة والتسعود صافي، يبقى خاصهم غير السبعة والثلاثة والربعة نخليهم مور اكس. ما عندنا ما نديرو حنا بالنون سيتي، الخمسة والستاش والواحد وتلطاش، تلطاش راه خارج في النون سيتي و بلاصتو مبقاتش. المهم طابلو الا كانت غدا الكورسة فيها الطواكر، الطريقة اللي غادي نقولها غتكون صحيحة 100% باش نزيدو الطواكر. اما الا كان غدا غيجي غابر بالليش ما تلعبو لا نونسيتي، لا كاين ربعة د الخيل في النونسيتي، الان والسيز والسيك والطريف، الا حيدتي هاد لي نونسيتي راه بقى غابر بالليش. اذا اخوتي كنقول عاود ما بين 6 15 في لاباس، وعاود ما بين 6 7 في لاباس، شوف كيفاش غادا تمشي. والكنز والدور عاود فيهم غيكون في لاباس، والسيس اللي كاين عاود تاني في جميع الحالات عاود تاني خاصو يكون مع التسعود فيهم واحد. اذا سيسي لا جا غيطير لينا السبعة ويطير لينا التسعود ويطير لينا ال15 ويخلينا غير 6 2، 6 2 بوحدها. و6 2 الخوت الا في حالة ما الا جات 6 2 غدا تجي في الكحل، وكتبقى لينا فقط 6 2 13 16 1 5 3 4 لعبو تما مع 6 2. اما الى طلع الكنز غيشطب الدوه ويشطب السيس ويطلع لينا السبعه ويطلع لينا التسعود، ولو عندنا 3 د الخيل في القاعده يعني كنز 7 9 كان 7 9 سكنوات السبعه هذا. ومنين جاتو هو جامين دو ماهي، جامين دو ماهي الكسوة الزرقاء ديال يوان بورجوا. أتوقع أن سات كنز هي الحقيقة، الحقيقة المرة. هذا عرفت واد العود، هذا عود جامين دو ماهي وخويو المشي ديال ميشيل شارلي كوي، هادي سيفيرين رايموند، هادي سيفيرين رايموند. انا نمشي للقديم، انا نمشي للخيول كنتيات القدام الراون، نمشيو للراون في 2021. هادي ديال سيفيرين رايموند ولكن نفس البروبيرتي ميشيل سولاس، هادي سيفيرين رايموند. وسيفيرين رايموند راه ما كيركبش لا شي عود شي جوكي من غير يوهان بورسواي، لكن في الرينيو نشوفوا شكون اللي مشى عليه، مشى عليه الرينبو. ولكن يوهان بور ها هو يوهان بور شو كان مشى لعود اخر ربما على الايكوري ديالها ما كان هو جيبسي بوند، لان عود ما كانش واجد راه ما يركبش على المعلم. ولو انه مشى على هذا العود هذا جيبسي بوند ربما ديال ربما يكون ديالهم هذا العود ديال كريمول يوهان بورجوا هو ولد رويال دريم. على كل حال خوتي فقط نقط ايجابيه، اتوقع
أن أحسن طريق هي الكنز، هي الكنز والذات والنف، فيها خيول فافورية لوجيك، أولا تمشي مع سيستو، أولا تمشي مع سيستو. هذا سنهضر الإخوان، مازال كنعاود نكرر، لأنني راه فيا ما نحط لا سيليكسيون رجع اللور، ولا إنما كنبغي كاين الإخوان تيقول لك خويا غير ديطاي وما تسوقش البوز بير، ما تسوقش البوز بير، هذاك اللي غايقول لك راه الكنز والسيس والدوه والناف والسات غيجيو كاملين، ما عندنا ما نديرو بداك الديزوردر ديال التقلية، ما عندنا ما نديرو. حنا خصني ندخلو عند هادو، عند هاد الربعة، هما مجموعين هما عند هاد الربعة. إلا ما كانوش هاد الربعة، ما فيهم حتى شي واحد، دونك لاريفي غادا تكون هنايا مليار في المية. غنحيد ليكم داك الترال دي تريزور، داك العشرة راه غيكون رونطري صافي، بقى الكنز والسيس والدو والطروا والناف والكاط والسات، هذا ما كان. إذا أخوتي كاينة الضربة هنايا، سيز أس سينك تخيز تخيز. إذا أخوتي كاينة الطريق ديال 15 9 7 وكاينة الطريق ديال 6 2 6 2، راه غينضاف معاهم عاود ما بين 3 4 ونمشيو لعند عند الطواف. هذا ما كان مفصلة ناضية. بالنسبة ل تنظن وقيلا راه ورينا لكم هاد الشيء هذا. كل الطرق تؤدي الى الكانتير ان شاء الله. اللي بغى يلعب هاد اللعب هذا، شوف اللي بغى يلعب مثلا تيقول لك انا تلعب غير على حساب الصحافه وداكشي اللي عاطين الصحافه، راه كاين الكنز كاين الدو كاين السيس كاين الناف كاين السات، هادو هما خمسه ديال الخيل ملعوبين عند الصحافه. شكون هما الخيول اللي كتبقى زايده؟ هي طرواكات. صافي زيد اسيدي ديك طرواكات، هانتوما كاين الكنز كاين الدو كاين السيس كاين النف كاين السات، خمسه ديال الخيل وكاينه طرواكات، لعب هاد السبعة ديال الخيل ورجع اللور. هذا ما كان. أما اللي كيقلب على الدقة ديال لاكورسا ياخد مثلا سيس دوه ويهرب من داكشي الآخر، أو ياخد سات